عدد سكانها يعني بالمئة بيت. شغلة يعني قبل كل شيء شغلة تحزب النفس، تشوف لك بيتين ثلاثة معبد لهم شارع واصل ليهن، وتشوف منطقة أكثر من 100 بيت شارعها مهجور. هذا الشارع مؤسس من الثمانينات الله وكيل، مذبوب له سبيس بالتسعينات. والله ها سبيس بزمن اسمح لي وذبينا هسه خلص السبيسات اللي بي كل فترة نقصها، الكهرباء ما تمشي علي، فاحنا مجبرين يعني وقفنا لانه ما حد متجاوب بيانا. كل ما آخر موعد البارحة جانا هنا مسؤول من المحافظة ودا مدير المحافظة، هو جاء من تلقاء نفسه ما نعرف، ورحنا وياه هناك قالوا لنا جيبوا من الشسمة تقدير يعني المبالغ من الطرق والجسور جبناها، وجينا لابو التخطيط أبو التخطيط قال اعطينا هلا أبو التخطيط ويا جماعة قال هذه، قلنا له احنا يا ريت تكون قبل الشتاء، ها هذا شارع طلاب وناس عليه وهذه، قال والله لا ما أنا ما أقول لكم قبل الشتاء، يجوز الشتاء وتعبر. زين احنا المسألة احنا أكثر هاي يمكن رابع مرة متظاهرين، صار 15 سنة أو 14 سنة، كل سنة هالسنة بلطلكم، سنة جاية بلطلكم وتخدير أعصاب الله وكلها كل عباس كفيلة، وهاي صار 15 سنة وأنا أقرب شارع للمحافظة، بلطوا طرق بالبادية واحنا ماكو شيء. منطقة أربو جراد آل شويليس. زين انتو شنو خلاكم اليوم تقطعون الشارع تسوون اعتصام؟ من أيسنا ماكو جاي صار 15 سنة، كل سنة كل سنة هاي السنة بطلكم. أنا رجعنا نائب المحافظ سامي وجونا نائب المحافظ الثاني وكلهم واعدونا، اجونا ناس هاي المرشحين هسه تروح وترجع علينا، احنا نسوي لكم، احنا نسوي لكم، احنا نريد شيء رسمي يجينا، نريد تبليط شارعنا من دون هاي من قضاء السوير بن حشيم، هاي عشائر بن حشيم كلها تبلطت للبيت الواحد يوصلوا التبليط، واحنا بستين بيت سبعين بيت. واكثر والله ما موصلين اي تبليط، ما موصلين توصل يعني لكل المناطق كل الارياف بها تبليط، واحنا هاي كيلوين عن مركز المحافظه ماكو تبليط، يعني لا مطر الدنيا ثلاث احذيه تكرار تبدل يلا توصل للشارع، ما يصير هاي الحكي، احنا لازم اريد مطالب ما نسحب منها لا يتبلط الشارع. منطقه هالبجراد قرب مصلخ سوير.